أنا المزارع جعفر أحمد إبراهيم من ضيعة اسمها حكر الظهري توقع على حدود نهر الكبير الشمالي، ونحن بنعتمد على الزراعة، ومعظم السنين نهر الكبير بيجتاحنا وبياخد المواسم تبعتنا. وهالسنة هاي مثل كل هالسنين اللي مضيت، بس هالسنة هاي حضرتكم كجمعية رؤى عالمية تكرمتوا علينا وكان عندكم التفاتة حلوة كتير بهالمبلغ اللي اعطيتونا اياه، اللي قدرنا استمرينا فيه ورجعنا عملنا زراعة عن جديد. البصل هذا لما منحطه بالأرض أول أبرشه بزر بيضل ليطلع عندي ليصير بصلي، هاي بيضل 8 أشهر 7 أشهر 8 أشهر. أنا بضمن الأرض على سنة، يعني بستفاد من الأرض بس موسم البصل، يعني اعتمادنا نحن هون على البصل أكثر شيء. هاي الدرة، هاي درة العرنوس، هاي زرعناها بعد طوافين النهر، بعد طوافين النهر بس نشفت الأرض دغري فلحنا وزرعنا عن جديد. وهون في عنا تنبك، التنبك هذا منسلمه للريجي، قلنا شي 10 أيام كمان بلشين بزراعته. هون هاي البندورة، نحن هلأ ببيت النايلون، هاي البندورة هاي زرعتها أنا بعد الكارثة الطبيعية اللي إجتنا. بالأول قبل ما يجتاحني النهر كانت البندورة عندي هيك وكلها انتلفت، هاي زرعها بعد الطوفان النهر. هذا النايلون أنا رجع مشتريه مرة تانية عن جديد، يعني هاي مكلفتني تقلع. أنا فرد من عائلة كبيرة وبتعتمد كلها على الزراعة، أنا الصغير بإخواتي، عندي ولدين ومرتي بالبيت، وكلتنا نحن مشتركين بهالأرض، وأرضنا ضمان منا ملك، يعني نص لنا ونص لصاحب الأرض. فكانت هالالتفاتة منكم أنتم كجمعية حلوة كتير وبلسمة نتفة جراح لهالمزارع هذا.